المكونات بتاعتها سريعا كده، كوبايتين لبن، كوبايه كريمه لباني، ربع كوبايه عسل، معلقه ونص جيلاتينا باودر، وفواكه للتقديم زيها زي المهلبيه او زيها زي الحاجات اللي هي بتتربط ليها ماده رب، لكن احنا النهارده هنعملها بطريقه حلوه وجديده. شفتوا المكونات، تعالوا نشوف الطريقه. الطاسه هنحطها، طيب هنحط اللبن بتاعنا بكل بساطه هنا، هسيب شوية لبن اللي أنا هدوب فيهم الجيلاتينة، وهحط كمان الكريمة اللباني. الكريمة اللباني تقيلة زي ما حضراتكم شايفين اهي، وبحط معاها كمان العسل. وبقلب تقليبة كده بسيطة صغيرة، أدوب بس يدوب العسل، واخد بقية العسل ده اكله حلوه قوي. البناكوتا خفيفه كمان وحلوه قوي كمان، ممكن تنفع لولادنا او اطفالنا في المدارس. يعني احنا بنحاول من وقت للتاني اللي احنا بنقدمه للناس الكبيره او السيدات البيوت او الناس اللي موجوده في البيوت عامه اللي مهتمين بالاكل، الناس اللي بتحب تدوق، نعمل حاجه كده صغيره لولادنا تنفع للكبار وتنفع للصغيرين. اللبن ده، البناكوتا دي هتغلي، نعلي بس عليها شويه. عايز اوري حضراتكم الميه اللي موجوده في اللبن فصلت خالص اهي، اميلها كده لحضراتكم شويه اهي، بصوا زيه زي اللبن القاطع بالظبط. هنصفي ده كله وهنفصل الميه عن اللبن او عن الجبنه، وفي الاخر هيتكون عندي جبنه طعمها حلو قوي. والجبنه كمان من الحاجات، الجبنه الريكوتا تحتوي على عنصر مهم قوي اسمه السيلينيوم، وبتحتوي كمان على حاجه بي 12 حلو قوي، وبتعتمد على فيتامين د مهم قوي لصحه الاطفال والعظم، كمان في محتوى كالسيوم عالي جدا. تعالوا نبص كمان على المحشي بتاعنا، يا دوب بدا يستوي. الرز بقى كان مهم قوي ان احنا لما عملنا الرز حطيناه ليه؟ الرز عمل عمليه ربط للخضار علشان الخضار كله ما يروحش في قلب الميه اللي احنا حطيناها او المرقه، فيدوب هو مسك بس مسك بسيط. نقفل كده كمان عليه لغايه ما يخلص. طيب عايزين ندوب الجيلاتينه دي في شويه لبن سخنين، ناخد اللبن اللي دافي ده مع الكريمه ندوب فيها الجيلاتينه، وباخد الجيلاتينه دي، الجيلاتينه البودر، وابتدي ادوب الجيلاتينه. ده الجيلاتينه دي هي اللي هتبقى عامل الربط للبناكوت، فاللي هيحصل ان البناكوت عندي اللبن او الحاجات اللي هي عامل الربط عندي بيبقى زي النشا او الدقيق او الرو اللي هو الزبده والدقيق، لكن في الحلويات بنستخدم جيلاتينا او نشا لان هو بيتعرض لدرجه حراره منخفضه، فده بيبقى افضل حاجه النشا او الجيلاتينا. لكن الجيلاتينا بيديني طعم فلافي او هش مع البناكوتا بالذات، بيبقى طعمها حلو. طيب هنستعرض الجيلاتينا بتاعتنا، البناكوتا بتاعتنا في ايه؟ مش هنقدمها في اي حاجه، هنقدمها في دول، الكاسين دول هنقدمهم فيها. طيب نجيب كمان بلانشا صغيره، نقطع عليها الفاكهه. الفاكهه انا جايب فاكهه بسيطه جدا اللي موجوده في العلب او المعلبات، الكمبوت، وهاخد كمان السيرب بتاعه هجرنش بيها الفاكهه. نقلب بس دي
لغايه ما نعمل البناكوتا. نخلي الكوبايتين دول كده على جنب ونشيل اللبن والحاجه بتاعتنا وهنبص على الديك الرومي بتاعنا لون اهو. ممكن نقربه شويه نوريه لحضراتكم وصل لايه. طبعا حطينا الروزماري معاه زي ما حضراتكم شايفين اهو. بصوا البطاطس بقت مستويه حلوه قوي وفي نفس الوقت نخلي ده لغايه ما نخلص خالص. اللبن بتاعي بدا يستوي مع الجيلاتينا. انا كده البناكوتا بتاعتي جاهزه ان انا اقدمها. طيب انا هقدم البناكوتا ازاي؟ هحط بكل بساطه شويه اللبن. نجيب كبشه صغيره افضل. وبسيب النص ده. كل ده هتلاقوه ربط بعد ما بيبرد. هنحط معاها الاناناس بتاعي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. بالشكل ده هتسقط لتحت ودي. وهنجيب سكينة صغيرة وابتدي اخد دول ودول كمان. ممكن فوق بقى، ممكن مشمش، ممكن كل الحاجات اللي موجودة عندي. وباخد بقية الحاجة هنحط كمان واحدة أناناس صغيرة. لينا نعملها كده. وقعت خلاص مش مشكلة. طبعا ده هنحطه في قلب التلاجة هيجمد هيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده.